الجبل قبعتي أجمل. أنا أمينة صديقة الصغار، فستاني الجميل قبعتي أجمل، ولي أخ عرفان وهذه زهرة، ولي نطافا أحمر وقنفذي أنوار. أنا أمينة صديقة الصغار، أنا أمينة صديقة الصغار. هل تعرفونني؟ طبعا تعرفونني. هذا الصباح لم تجد أمينة قنفذها الصغير. أين ذهب قنفذ؟ 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 أمينة تحب قنفو. قنفو. تصر أمينة على إيجاد قنفو حيثما كان. تفتش أولا في غرفة نومه، ثم تحت سريره الصغير، فتجد. أوه، أختي الجميل الأخضر والأبيض. أمينة تنظر حول المقعد المفضل لقنفوذ. ثم تجد. أوه، قدم دبي. تنظر أيضا تحت الصوان. مرة أمام الخزانة، تفتحها وتفتش في رفوفها، وهنا تجد. أوه، كتاب قصص الصغير وجورب الكبير. لكن أمينة لا تجد قنفوذ فتبكي، لأنها تحبه كثيرا. لا تبكي يا أمينة، لا تبكي. تعالي معي نفتش عنه في الحديقة. أنت على حق. ينظران بين الزهور. ينظران قرب البئر حيث يشاهدان. أوه، عائلة أبرص كاملة. نعم، ولكن قنفذ ليس معهم. لا، ليس هنا، لعله بين الخس. نعم، هيا نفتش، تعال معي. قنفذ؟ قنفذ؟ أمينة وعرفان ينظران بين الخس مناديين. انظري هنا، عائلة قنافذ كاملة. قنفوذ مع أبيه وأمه وجميع إخوته وأخواته. شعرت أمينة بالسعادة الكبيرة، لأنها وجدت عقدها الأخضر والأبيض، وكذلك قدم دبها، وكتاب قصصها، وجوربا كبيرا. نهارنا جميل وشمسنا بهية، ونلتقي بالحب في ساعة هنية، وكلنا سرور واليوم سويا. الصغيرة تنام في السماء.
وقد